قتال عسكري ضد المباني من المغرب الى اخره. اذا هذه الصدمه كان لابد ان نخص هذا فاعتقادهم هل هو المدير والجنرال اللي تيحكموا الجزائر خصهم يشغلوا الساسه المغرب خصهم يخلقوا مشاكل اجتماعيه ويصدروا ازمه انسانيه الى المغرب وانهاء المسؤولين المغاربه بهذه المفسده الانسانيه. كاين 45000 تصوروا 45000 اسره في 1975 ماشي الان. اللي كانت السفينه المغرب قليله وكان كاين جوج المغرب قليله والبنيات التحتيه ديال البلاد ضعيفه الى اخره. اذا ما كيخلقوا مفسده انسانيه. هل الامر بالضبط كما قلت كان تخلي ديال الدول المغربيه نحن في مقاربتنا المقاربه الحقوقيه للجانب. لما كنتبعوا المسار كان على الدوله المغربيه انها تحصيها الناس وتعمل المتابعه والمواكبه والمرافقه الاجتماعيه والانسانيه ديال هاد المواطنين المغاربه وما تستحضرش ان علاقتها مع الجزائر غتاثر الوقت اللي غترفع درجه اليقظه الدبلوماسيه لما غيمشيو المسؤولين ديالنا في الامم المتحده. وسابقا ما كانش مجلس حقوق الانسان لانه تحدث 2006 اللي ما قررونا في اطار مجلس الاقتصاد والاجتماعي التابع للامم المتحده في اطار اللجنه المعنيه لحقوق الانسان في الملتقيات والمحافل الدوليه كان خاص الدبلوماسيه دائما تكون مواجهه وتكون تتكلم على هذا الملف وتكون تتفضح الحكام الجزائريين بانهم بالفعل شردوا مجموعه من الاسر المغاربه وشردوهم من الممتلكات ديالهم وصادروا الممتلكات ديالهم وعملوا على التفريق ما بين افراد ديال هذه الاسر وخلقوا مأساة انسانيه حقيقيه. ملي كنمشيو للجزائر ما يمكننا نحاكموا هاد المسؤولين الجزائريين الا بالقانون الدولي لحقوق الانسان. لما كنرجعوا مجموعه ديال الامور المتعلقه بالقانون الدولي لحقوق الانسان لقينا بان ما وقع صادر حقوق ديال الطفل ولا ديال الاطفال الاطفال كانوا ذريا ذلك الوحدة لما تفرض عليهم الطرد التعسفي او فصلهم الابقاء ديال بعض الابناء مع الاباء ديالهم والتهجير القسري ديال الامهات ديالهم هذا امر كيمس حق اساسي من حقوق الطفل. كاين واحد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل صدرات على الأمم المتحدة في بعض المواد ديالها ممكنش نكراوها كاملة. المادة السابعة مثلا كتقول يسجل الطفل بعد ولادته ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. إذا معرفة الوالدين في عن الطفل هذيك اللحظة مازال ما وصلش لسن التمييز ديال الشعور يعني الواقعي تمييزه بال الاب والام ديالو على جنسيته وتسميه وصلته العائليه على النحو الذي يقره القانون وذلك لما تدخل شرعي هذا الحق كذلك ثم مصادرته. اذا الدوله الجزائريه بحكم الماده السابعه والثامنه من الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل يجب ان تدان. لما كنتقلوا للاعلان العالمي لحقوق الانسان هذا الاعلان صدر على الامم المتحده في 10 جنبير 1948 بمعنى اننا اليوم يلا مرات الصيام 6 ايام على احتفال العالم كله بهذه الذكرى. كنرجعوا للماده 2 الماده الثانيه من الاعلان شنو تقول؟ لكل انسان حق التمتع بكافه الحقوق والحريات الوارده في هذا الاعلان دون تمييز على اي مجموعه من الامور دون وكذلك دون اي تفرقه ما بين الجنسين وافراد ديال العائله. لما تنتقلوا للماده السادسه من الاعلان تلقاو لكل انسان اينما وجد حق في الاعتراف بشخصيته القانونيه. على عكس هذه القضيه اللي هي قضيه مأساه انسانيه تم تجريد الاطفال من الهويه القانونيه. وهذا الاعلان كما قلت صدر 10 جنيه 1948.
المادة 17 من الإعلان، لكل شخص حق تملك الملكية بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. لا يجوز، فقرة الثانية، لا يجوز تجريب أحد من ملكية السفر. هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذه المادة 7 تعني، المادة 17 عفوا، تعني القضية ديال العمال وديال الأسر ديال الأطفال وديال الشيوخ وديال الشباب اللي عاشوا هذه المأساة الإنسانية بالجزائر. إذن أين هي الجزائر من شعارات حقوق الإنسان في هذه القضية؟ إحنا دابا نطالبوها، أنتم معنا وإحنا معاكم في هذه القضية خلال المادة 17، تلتزم بهذا الشيء. إذا كانت دولة عضو في الأمم المتحدة تلتزم بمقتضيات المادة 17. إذن هذا الجانب هو اللي كيحاكم الدولة الجزائرية، لأن إحنا غير معنيين، إحنا مش ما يمكنش ندخلوا في السياسة العامة ديال الجزائر ونقولوا الوزير الخارجية ديالهم مش خصك دير، وزير الأول ديالهم مش خصك دير، ورئيس الجمهورية مش خصك دير. إحنا كنقولوا الدولة الجزائرية وكنحاكموها بهذه المقتضيات اللي هي كتتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. إخوان هاد الدول اللي عملوا مشكورين، بغاو يحسوا يقوموا بتحسيس بالمشكل والمناقشة ديال هذا، ولكن الأهم هو كيفاش هذه القضية اللي عمرات الآن 37 سنة، كيفاش هذه القضية تصبح قضية رأي عام. سياسة الدولة خاصة تكون كتعتني بواحد في النار اللي كيعاني بواحد المشكل بحال هذا اللي كيبقوش دور ولا الداخل ولا الدولي. حنا مؤخرا جينا في واحد القافلة تضامنية واحد المنطقة الأقى تابعة لإقليم طرف ديال واحد مقاول مغربي في بلغ العمر 84 سنة، ودار تجميع ديال واحد مجموعة ديال الأسلحة اللي هي غير صريحة صريحة الاستعمال، هي المقاومة، واحد الوثائق والصور والملابس ديال المقاومين، وعلى واحد المتحف في المنزل ديالو، وصبحوا كيزوروا التعليمات وسيرسلوا ليه الضرر، والضرر كيتحرم حضر تابع للتعليمات النيابة العامة، وجابوه لأن الرباط كيحاكموه أمام المحكمة العسكرية. الشيخ عنده 84 سنة ما قام به، كل ما قام به لصالح الوطن. فطبعا كانت الدولة محرجة في القضية. احنا عندنا لما صدر الحكم نهار 17 أكتوبر من السنة يعني هذيك شهرين، بالإدانة ديالو سنة حبس موقوفة المنفي وغرامة ديال 500 درهم، قلنا نعملو قافلة تضامنا معاه. سي دفع منا العصبة المغربية دفع حسن والهيئة المغربية عملت لنا قافلة تضامنية باش نزورو هذا المتحف والتعليم القديم. علاش درت هذا الشيء في السياق ديال المواطنين والدرجات؟ فرقينا بالفعل أن هذه المنطقة ديال الأقا اللي هي عند الحدود الجزائرية، لأن حدا فهم الحسن حسن راه منطقة تابعة للأقا كذلك. لقينا ناس يعانيو من القهر من الحرمان، مواطنين يعني غير مصنفين. في الوقت اللي هذيك المناطق هي اللي عانت من الهجمات العسكرية البوليزارية، لقينا مع عائلات يعني مع نساء أرامل اللي الزواج ديالهم ماتوا في هجمات مسلحة البوليزاريو، ومع أطفال يتامى، ومع الدواوين اللي كانوا وحياء كانوا في الحدود مع الجزائر، في الحدود مع الفوهة، مع الشار، مع المدافير، مع الأسلحة، هما اللي كانوا كيقروا، وما تمش الاهتمام بهم، وناس اللي هما خانوا القضية، وكي يجي أمام الولاية ديال العيون، وأنا كنت مشيت للعيون في لجنة الطقس الحقائق لما وقعت أحداث 2010 ديال المخيم في ديميزي، الناس كيمشيو قدام ولاية العيون وكيجبدو العلم ديال البوليزاريو وكيهزو في عين طريهاش، ويدخلو ويتهلاو فيه ويعطيو هذا وهذا وهذا كينعس وهذا السوريس، معناه أنه هذاك الابتزاز العلني ديال الدولة، ورغم ذلك الدولة قضية وطنية متفقين عليها كاملين. لا تفرق في الأراضي تتفقن عليها كاملة، ولكن السياسة ديال الدولة خصها تكون كيف في النظر كيف بوجود هذا موقفنا حاليا كنبقاو ندافعو عليه، مع العلم أن هذا الموقف
المواطنين اللي هما جاو من الجزائر جاو في هذا السياق في هذا المشكل، ماشي جاو بالصدفه. كان يعني شي نقاش عادي ما بين المسؤولين ديال المغاربه ما بين رئيس الجزائر والملك المغرب ولا وزراء هنا ولا وخذوا هذا القرار. لا، القرار ديال الطرد ديال الاسر المغربيه في 1975 كان في سياق توتر ديال العلاقات نتيجه مشكل ديال الصحراء المغربيه. اذا الاول هو صحفيا وغيطرق البرنامج، غيطرق البرنامج بطلب لقاءات مع المسؤولين في الدولة، فيهم وزارة الخارجية التعاون، فيهم وزارة العدل والحريات، فيهم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وفيهم الوزارة المكلفة بالجالية، مع رؤساء الفرق ديال مجلس النواب ديال البرلمان، ومشيت مع التركيز على مجلس النواب لأنه هو اللي كيمارس عنده اختصاصات الآن أهم من مجلس المستشارين وكيمارس صورة مهمة الرقابة. علاش هذا اللقاء مع رؤساء الفرق؟ التعريف بالقضية وطلب هذه الفرق النيابيه باش تبني هذه القضيه داخل البرلمان. الان كاين مستجدات في الدستور المغربي اللي ما بقاتش كتركز غير على الاسئله، نعرفوا هذا الوزير الحالي وقع 12 نوفمبر 2012 هذا واحد الشهر لما طرح واحد النائب سؤال على العمران كاتب الدوله في او الوزير المنتدب في الخارجيه طرح عليه سؤال على القضيه فكان جوابه ملغوم. ما هو فشل العقد؟ ما هو تناول القضية بالشكل اللي خصو؟ ما هو هجم على الجزائر كيف خص يهجم عليها المسؤول؟ يعني الهجوم ماشي بمعنى الهجوم العسكري، الهجوم الدبلوماسي، وهذا من حق المسؤول، لأن ملي كنفضح الظالم المرتكب الخطأ والأعمال الجرمية، راه هو هجوم دبلوماسي، ماشي مفهوم القتلي، كنعتدي عليه. إذا هذا الجواب ديال الوزير كان محتشم. الان كاين اليه جديده في الدستور ديال استماع اطار اللجان الوزاره المعنيه، بمعنى انه يمكن نوصلوا مع الاخوان ديالكم في الجمعيه الى عقد لقاءات ديال الاستماع داخل اللجنه للجان المعنيه واللي هي غتكون لجنه الخارجيه والدفاع الوطني حول هذه القضيه. غادي يجي وزير من الوزراء، ممكن يكون الوزير العام، ممكن يكون وزير الخارجيه، ممكن يكون احيانا الوزير المكلف بالجاليه، وكتطرح عليه اسئله. ويمكن دار واحد الزياره استطلاعيه نيابيه الى بعض الاسر اللي عقد جلسات ديال الاستماع مع بعض الاسر. اذا هذه بعض الخطوط العريضه اللي حاولت انني نقدمها لكم في هذا النقاش الساعه. وغيكون المهم في هذا الامر هو انه نسمعوا لكم في نتاع وصفه مغربيه للدفاع عن الانسان من بعد طبعا المداخله ديال الاستاذه امينه المسعودي. وشكرا لك. شكرا جزيلا.